فمن ظن أن البداية في الدعوة تكون بالدعوة إلى الأخلاق فإنه قد أخطأ، لأن هذا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن الأخلاق إذا لم تبنى على توحيد الله بالعبادة فإنها ما أسرع أن تتفلت عن صاحبها. فمتى كنت تخاف الله وترجوه وحده ويتعلق قلبك به كان انطلاقك للأخلاق عبودية لله لا تستطيع أن تنفك عنها، بخلاف من كان متمسكا بأخلاق بدون أن يبنيها على التوحيد، فإنه إذا جاءه ما يحوله عن الأخلاق إما لأغراض فاسدة أو لمقاصد دنيوية فإنه ما أسرع أن يترك تلك الأخلاق.